عند أوما بنات جدا جميلة، هذه الكراسي الدوارة وأسعارها بعد جدا رائعة. الكراسي الجديدة عند أوما بنات الحين مش كثر حلوين، الكراسي الجديدة مرة حلوين، مع طقم كنب، مع بعد غرفة نوم للتسريحة، مرة أنيقين. هذولا بعد نفس اللي عندي سألتوني عنهم كثير، مرة حلوين للتسريحة، في منهم أكثر من لون. شوفوا بعد جمال الكراسي هذه، في منها أكثر من لون، بس أنا صراحة أعجبني الأخضر، مرة أنيقة. وكيلة غرف النوم بعد عند أوما مرة جميلة، شوفوا هذه الغرفة جاية كلها مرايا. الطعام هذه من القطع الأكثر مبيعاً عند أوما، طبعاً حالياً انتهت، راح تتوفر في شهر مايو بإذن الله. من القطع الجديدة اللي توا واصل عند أوما، شوفوا وش كثر اللون جميل، مرة حبيت درجة الأخضر. من القطع الجديدة، مو بس قطعهم ما شاء الله جميلة وفيها ذوق عالي، أسعارهم بعد بنات تعتبر جدا مميزة. طاولة الطعام هذه 8 كراسي، بعد عندهم تشكيلة أطقم كنب كلاسيك مرة ناعمة وجميلة، هذا واحد من أطقم الكنب اللي عندهم. حبيته إنه مرة ناعم، طبعا ما شاء الله عندهم تشكيلة كبيرة من أطقم الكلاسيك. هذا الطقم من تشكيلة أطقم الكنب اللي داخل فيها شوي ستانلس ستيل، طبعا الحلو بهذا الطقم بنات، إذا عندكم مساحة كبيرة تقدرون تضيفون على هالطقم كنبة رباعية نفس الموديل ونفس القماش. وهذا الطقم بعد وش كثر ناعم وأنيق، ولونه بعد مرة رايق. من الموديلات الجديدة عند أوما اللون بنات من جد رايق وجميل بنفس الوقت. كيلة أطقم الزاوية عند أوما بعد ما شاء الله مرة كبيرة، تقريبا عندهم كل الألوان، والحلو في القطع اللي عندهم بنات مثل ما انتم شايفين تجي على